ايضا في اطار السعي لعوده الجمهور، الحقيقه اتحاد كره القدم بيخاطب الجهات المعنيه لحضور الجماهير مباراه ليبيا ببرج العرب. نتمنى طبعا في الاخر الشكل حلو والدنيا حلوه وكل حاجه حلوه واستاد رائع استاد برج العرب، ولكن في النهايه اهم حاجه هو الجمهور. نتمنى ان شاء الله ان تكون كل الامور متاحه. ممكن يبقى الناس اللي خدت الفاكسين بس هي اللي تروح، ليها طرق كتيره جدا جدا نقدر نعملها خلال الايام القادمه.